للمزيد حول صراع النفوذ الأمريكي الإيراني وسياسات الرئيس الأمريكي الجديد المنتظرة في العراق، ينضم إلينا الأستاذ فاروق فتيان الراوي، الدبلوماسي والأكاديمي العراقي. أستاذ فاروق، بداية مرحبا بك وأنتم من أثينا عبر سكايب. الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إن مهمة قوات بلاده في العراق ضمن حلف شمال الأطلسي ستكون حيوية. إلى أي مدى تتوقع أستاذ فاروق سياسة أمريكية جديدة ربما تختلف يعني خلال السنوات أو عن السياسة خلال السنوات الماضية؟ باعتقادي أن السياسة الأمريكية ربما لا تتبدل بالشكل الكبير أو الجذري تجاه مسائل محددة ومتفق عليها مسبقاً. الآن سواء كان وزير الخارجية أو المتحدث باسم البيت الأبيض أو حتى رئيس ترامب دائما يصرون على مسألة التزام إيران بالاتفاق النووي والتفاوض على الالتزام بهذا الاتفاق. إضافة إلى ذلك أن المجموعة الأوروبية، يعني التحالف 5+1، التحالف الأوروبي هو توجهاته مقاربة إلى توجهات الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. ربما إيران أرادت أن تشعر الآخرين أو حاولت أن تطرح مسائل أو تعمل بروباغندا إلها أنه عهد جو بايدن راح يختلف عن عهد ترامب فيما يتعلق بالبرنامج النووي. طيب دكتور، إلى أي مدى يعني ترى أن هجوم الميليشيات على المصالح الأمريكية في أربيل والذي أوقع ضحايا أمريكيين ربما لها علاقة بتصريحات بايدن أو قد تؤثر نوعا ما على التصريحات في المستقبل؟ إيران دائما يعني من خلال ما من يتابع سياسة إيران دائما تحاول أن تستغل فرص معينة وتستغل ميليشيات تابع لها سواء كانت في اليمن أو في لبنان أو في سوريا أو في العراق. لذلك أرادت، أنا باعتقادي أنه هي عملية جس نبض للسياسة الأمريكية وللتوجه الأمريكي الجديد بعد استلام جو بايدن، وباعتقادي أنه هذا لا راح ما راح ممكن أن يولد نوع من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، بل بالعكس أصرت الآن متحدثة البيت الأبيض أنه لا يمكن إجراء أي اتفاق أو أي محادثة إلا بعد أن تلتزم إيران بجميع الاتفاقيات. ومن جملة الأمور اللي الآن بدأت تطرح هي كبح جماح الميليشيات سواء كانت في العراق أو في سوريا. طيب دكتور فاروق، يعني بحسب وكالة فرانس بريس إن المهمة الحقيقية لقوات الناتو هي التصدي للمحور الإيراني وميليشياته. إلى أي مدى تعتقد أن عملية التحجيم السياسي والعسكري يمكن أن تؤتي ثمارها بوجود تلك القوات في ظل يعني تصاعد نبرة التحدي الإيراني؟ من منح هذه السلطة إلى إيران ومن منح القوة إلى إيران؟ الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي منذ العام 2003 ولحد الآن، وهو كان وما زال يدعم السلطة الموجودة في العراق. السلطة الموجودة في العراق هي معروفة لمن تبعيتها وتابعة إلى إيران بشكل كبير. مضاف إلى ذلك هذه الميليشيات الآن الموجودة واللي تشكل ربما خطر على القواعد الأمريكية أو على التواجد التحالف الدولي، من سلح هذه الميليشيات؟ أسلحة هذه الميليشيات هي أسلحة غربية وأسلحة أمريكية. إذن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي مهدت لإيران لأن تحتل العراق وتحتل سوريا وتعزز نفوذها في اليمن وتعزز نفوذها. لكن الآن أنا باعتقادي أنه ربما الأجواء في هذه الفترة تختلف نتيجة أولاً التقارب السعودي القطري في الخليج، مسألة توجه التطبيع لعدد من الدول العربية مع إسرائيل، ولذلك أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أمام طريق يجب أن تسلكه وهو
كبح جماح إيران في المرحلة القادمة حتى ممكن أن تحقق التوازن ومسألة الاستقرار في المنطقة. طيب دكتور فاروق، هناك من يرى أن إيران وبتصريحات مسؤوليها خلال الأيام الماضية تحاول أن تضع بايدن في اختبار. إلى أي مدى برأيك يعني ممكن لإيران أو يمكن لإيران تحويل سياسات بايدن أو التأثير على سياسات بايدن أو سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة باستخدام أوراقها المتمثلة بالميليشيات في العراق؟ إيران منذ العام 1979 منذ مجيء خميني تستخدم الميكافيلية بحذافيرها في تعاملها سواء كان مع بعض الأنظمة العربية مع الدول العربية، وتستخدم سياسة نستطيع أن نقول هي ما يسمى بالدبلوماسية، هي عدم قطع شعرة معاوية، يعني هي عندما يكون الموقف متشدد متصلب تحاول أن تكون هي حمام السلام أو تدعو نفسها أنه هي تدعو إلى المفاوضات السلمية وتدعو إلى السلام، وتحاول أن تبرر الكثير من أعمال الميليشيات على أنها ميليشيات غير منضبطة وغير تابعة إلى السلطات الإيرانية، ولكن عندما تريد أن تمارس الضغط شفنا بعد مقتل سليماني تصاعدت حملات الميليشيات وتقديم يعني ضرب عدد من القواعد، منها قاعدة الأسد في البغدادي وقاعدة بلد، واليوم تعرضت قاعدة بلد إلى 6 صواريخ. إذا الميليشيات مستمرة، وإيران تستخدم أسلوب مثل ما يقال الجزرة والعصا. نعم، شكرا لكم دكتور فتيان أو فاروق فتيان الراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من أثينا.